السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. كما راكم تشوفوا راني في ارجونتي، راح نصور لكم في هذا المغازان لو جاردان دو فال. صراحة هذه ثاني مرة نزورها، يعني اكتشفتها من شهور هكا، رحت لها مرة ومن هذيك ما عاودتش رحت لها حتى لليوم، وقلت علاه لا نصور لكم هذا المغازان وش فيها. مغازا هذه أغاب، مغازا تاع عرب وكل اللي يخدموا فيها عرب، وتلقاي فيها السلعة تاع العرب، وفيها حتى بوشري حلال، يعني مغازا حلال. أنا رحت لها قبل رمضان أول مرة وما صورتش، لكن فعلا تلقاي فيها بزاف لي بروموسيون قبل رمضان بالأشياء اللي تخصنا. يعني كما راكم تشوفوا فيها حتى شوية من الأشياء التركية ثاني، يعني فيها سلعة عربية تركية وفرنسية. المهم صورت باش نعطيكم فكرة عليها. هذه البيتزا مليحة بزاف وأرخص من أوشون غير بالفخوماج. اللحم جامي شريت من عندهم، لأنه المرة اللي فاتت كي رحت لقيت لاشين عليهم، وهذا المرة كيف كيف. شوفوا الفورماج حاطين بكل أنواعه، الأثمنة عادية، يعني ما نقول لكم لا رخيصة لا غالية. الياورت دايرين عليه بزاف لي بروموسيون كما راكم تشوفوا، لكن بالنسبة لي برودوي تاع التنظيف لاحظت أنهم شوية أغلى، يعني ما كانش لو شوا. مثلا تلقاي موديل واحد وتلقايه أغلى من كيما كي تروحي الأوشون تلقاي كذا نوع وعندك الخيارات في لو بري. كيما راكم تشوفوا الزيتون ثاني يبيعوا الزيتون هذا تاع الميزان، يعني جربته هذا من قبل تاعهم بنين بزاف. كيما قلت لكم لي برودوي عندهم بانوا لي اغلى، يعني برودوي التنظيف ولا نتاع غسيل الحوايج ولا بانوا لي اغلى، لانه في اوشون مثلا تلقاي الخيارات تاع كل برودوي تلقاي منه كذا نوع كذا ماركه، فتشري للسعر اللي يناسبك. هما مثلا تلقاي نوع واحد فما بانوا لي اغلى، يعني ما شريتش من عندهم لي برودوي. لكن الياورت والفورماج عندهم خيارات ودايرين بزاف لي بروموسيون خاصه على الياورت، وكاين كل الماركات تقريبا، يعني كاين الخيارات. البيض ثاني من الأشياء اللي رخيصة عندهم، يعني البيض عندهم ثاني مليح، يعني الثمن تاعو رخيص. كما راكم تشوفوا حاطين زيت الزيتون تاع 5 لتر ب22 أورو تاع البرتغال. السميد عندهم رخيص، دائما السميد عندهم أرخص، يعني أكثر مكان شفت فيه السميد رخيص هو هذا المغازة، يعني السميد فيها ب3.99 أورو. اش ماركات ثاني يحطوه ساعات بهذا السعر، والسميد مليح، يعني جربته من قبل هذا الماركة مليحة. والزيتون حاطين هذا البيدون بكاتوغو، يعني والله ما شفتش شحال فيه من كيلو، لكن بيدون كبير، يعني يكون أقل شي فيه 3 كيلو، بثمن يعني مغري.
نوره الشابه المسريره مزينه المغازان، ما بليش الله نفرح كي نشوف السلعه تاع الجزائر. المهم هذا العام تهلاو فينا وجابونا نوارة، لأنه سنين اللي فاتت ممكن ما كنتش متولها، لكن أنا النوارة كنت نجيبها من البلاد. هذا العام الحمد لله وفروها لنا هنا، خاصة أنه الحدود مسكرة، وهذا العام العام اللي فات ما هبطناش في الصيف، وعندها أكثر من عام ونص وهي مسكرة علينا، فما قدرناش نجيبو سلعة تاع البلاد كيما موالفين الرمضان الفريك والفلون ووارا وليزيبيس وهاد الحوايج. فالحمد لله سنا وفروهم لنا، حسوا بينا يعني كثر خيرهم. وطبعا طبعا الجازوز تاع البلاد إفري رامي غرامي كل الأنواع كل الأذواق تاع رامي إفري حمود سيليكتو الحمد لله متوفرين كلهم يعني. وطبعا الجازوز أنا بالنسبة لي طبعا الجازوز الجزائري لا يعلى عليه، يعني هو الأفضل عندي بالنسبة لي في العائلة تاعنا احنا في دارنا. طبعا أكثر جازوز نشربه هو الجازوز تاع الجزائر. وبعد الجازوز رقم واحد يأتي التمر رقم واحد طبعا دقلة نور. ثاني مازالوا حاطينها الحمد لله الدقلة سنة ثاني لقيناها هايلة بزاف، وما جبناش من البلاد سنة وشريناها منا، والحمد لله هايلة يعني جديدة ماهيش كونجلي ولا، وكانت متوفرة بكثرة وأرخص من السنوات الماضية. هنا الجولة نتاعنا في المغازا خلاصت، ان شاء الله تكون عجبتكم. واللي ما يعرفهاش يروح يكتشف ممكن تعجبو. حكمنا الطريق هنايا باش نروحو، كما راكم تشوفوا في الجو عندنا عاود دار الحال بعد ما جاونا 3 أيام او 4 نتاع الشمس، عاود تقلب الحال وعاودوا جاوا الرعود والامطار. راكم تشوفوا السحاب والبرد شويه ماشي بزاف، شويه برك الجو بارد والسحاب والدنيا مطره، يعني ساعه تصب ساعه تحبس. المهم هنا تاخر الوقت وراح الحال على الغدا، راحين نفوتو ديريكتومون نتغداو برا ومن بعد ندخلوا للدار. هنا وصلت لنهايه الفيديو، نحب نشكركم بزاف على المتابعه وعلى الدعم، واعذروني على صوتي اللي راه شويه مكرفص بسبب الحساسيه تاعب صوتي. المهم نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ونقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، الى فيديو قادم بحول الله. سلام.